جزاء تبدي على مين؟ هي على عبد الماما، عبد الماما وركل الجزاء لصالح منتخب المغرب في توقيت مهم جدا. يا رب ان شاء الله دول. ان شاء الله هدف الحمداوي اللي انت عارف جدا انه احد اللعيبه المهمه يكون ليهم تواجد هنا في منطقه ال 18. ركل الجزاء مغربيه وانذار على طول ثاني على طول اللاعب عبد الماما بدا وضرب حره مباشره او هنا يدي على طول الجزاء بعد الخطأ بتاع نص ملعب لصالح منتخب اصول الافريقي. الحمداوي يا رب ان شاء الله هدف لصالح المغرب، الهدف الاول ممكن الحمداوي يدي لك الجزاء. تبدي على مين؟ هنا على عبد الماما، عبد الماما وركل الجزاء لصالح منتخب المغرب في توقيت مهم جدا. يا رب ان شاء الله دول. ان شاء الله هدف الحمداوي اللي انت عارف جدا انه احد اللعيبه المهمه يكون ليهم تواجد هنا في منطقه ال 18. ركله جزاء مغربيه وانذار على طول ثاني على طول اللاعب عبدو طبا بدا وضرب حره مباشره او هنا يدي على طول ركله جزاء بعد الخطا بتاع نص ملعب لصالح منتخب اصول الافريقي. الحمداوي